بتعمل ايه؟ اهلا يا بابا، مساء الخير. بقول لك بتعمل ايه؟ بتشمس. نعم. هكون بعمل ايه؟ بذاكر طبعا. الساعة 2:30 بعد نص الليل. هنعمل ايه بقى؟ من طلب العلا سهر الليالي. طب ما تذاكر يا اخويا بالنهار. ارحمني شوية من عداد النور اللي بيفط ده. أنا باجي من كلية تعبان. كلية الطب دي كلية مرهقة، متعبة. باجي أنام ساعتين بلاقي الدنيا ليلت. وكان لازمته إيه تدخل الكلية المهببة دي؟ ما دخلتش ليه كلية قريبة من بتوع الأربع سنين وأقلب؟ يا بابا الأبهات بيتمنوا إن ولادهم يخشوا كلية الطب، إن شاء الله تنفع لهم عين، وأنت زعلان. تخش كان نفسك تخش كلية الطب وما عرفتش، عشان كده بتغير مني؟ اخرس! أنا كان لازم أشغلك بالثانوية العامة ولا جامعة ولا هيحزنون. أنت أحسن من مين يا أخويا؟ مش أحسن من حد، اتفضل بقى بالسلامة روح نام. مش نايم، مش نايم. حاجة عجيبة جدا، هو إحنا مولودين فوق راس بعض؟ اخرس يا ماشي، حاضر. بس أنا عايز أذاكر دلوقتي ولا أقول لك؟ حتى العلم خليها ريحه الاوضه زي النيل. انا ماشي. رايح في الداهيه؟ راح اذاكر عند واحد صح. رايح تصلح في الشوارع؟ طب اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، غرفه 60 داهيه. اتخمدوا جاتكوا البلاوي. خميس ميد. خميس ميد. اهلا ابو كمال. مساء الخير. مساء الفل. زق الباب برجلك واطلع. الباب مفتوح، السلم هو اللي ضلمه. هنور لك والناس تسلم. اطلع بس. اهلا كمان. ايه ده؟ انت عندك ضيوف ولا ايه؟ لا لا لا، ده مش غربة عارف. اتفضل. اهلا وسهلا. توصل دنداني، مدير عام التسليك، سباك قد الدنيا. شد. لا ما لا مؤاخذة ماليش في الحاجات ده. بالك. لا انت هتبقى في ملك غير الملك. بتاع ملك غير الملك ده عزوز زميلي في كليه الحقوق من السنبلوين. اهلا وسهلا. ولد طالب مجتهد جدا، بقى له 3 سنين في سنه تانية. كويس. وده هاني بيه، مفيش على الحجر غيره، ابوه من كبار رجال الموظفين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وسهلا. ما عرفتكمش على كمال. كمال طالب نجيب في كليه الطب، بس ده بقى حبيبي وزميلي واحنا عيال صغيره، كنا اخوات في الرضاعه. لا في اللفه. اصل امي وامه عشان يوفروا اشتروا 3 لفه في شركه. امال مين اللي ايه؟ ده لكتع ملك الجوزه. مين؟ لكتع ملك الجوزه، ما نعرفوش، جينا لقيناه هنا. اهلا وسهلا. اهلا بلد. نعم؟ اهلا بلد. بقول لك يا خميس. ايوه كمان. انا كنت عايز اقعد اذاكر. ما احنا بنذاكر اهو. لا انا عايز اذاكر بجد وجد يعني. المذاكره اياها. طيب انا هوضب لك قاعده على السطوح جنبي، اقعد انت معاه. خلي بالك منه يا لكتع. مساء الدندشة. لا لا مؤاخذة، ما قلت لك هندسة ما بعرفش فيه يعني. بكيفك. خد يا عزوز، شد وبرق لي. يا حلو أنت، يا حلو. مساء الخير. مساء الفل. تعالى كمان. تعالى. جهزت لك القعدة أهي. أعمل لك شاي ولا أي حاجة؟ متشكر يا خميس. طب مع إذنك أنا بقى داخل أذاكر جوه. يا أكتع. يلا يا اولاد، يلا يلا. اتفضل يا سيدي، كل السندوتش بتاعك. اتفضل انزل. يلا حاضر. يلا حاضر يا بابا. وانت يا احلام، بنت يا احلام، انت بتعمل ايه هنا؟ بسرح شعري يا بابا. سرحي شعرك؟ ده ايه ده؟ تعالي ايه؟ يلا يا اختي، يلا يلا، جرس هيضرب. انت دلوقتي بتتفرج على ايه؟ وانت فرجه يا بابا. اخرس يا كلب، امشي اغسل وشك. يلا امشي امشي. عايزه 30 قرش. 30 قرش في عينك ليه؟ عشان نزوق الفصل، عشان قبل المفتشه جايه النهارده، والقبله قالت ما يصحش تشوف الفصل مش متزوق. وانا مالي ما يزوقوه على حسابه، ما يزوقوه على حساب انا ليه؟ انا مالي. يبقى يا بابا امشي مشاش في ركبك. صباح الخير يا سي عبدو. ايه ده؟ لسه هنا؟ لسه هنا. ده الساعه بقت كام دلوقتي؟ الساعه داخله على 8:30. ايه 8:30؟ راحت من المحاضره الاولى. مش كنت تصحيني؟ اصحيك ايه؟ انا فضيلك ولا فضيل اخواتك الدعاليه؟ يبقى صحي روحك. يلا يا بنت يا احلام، يلا بابا. ما كنت عايز اقول لك. ما تقولش، ما تقلبش مخي، انا مش فاضيلك، عايز الحق شغلي. سي كمال، صباح الخير. صباح الخير يا نهار. لما يجي بتاع اللبن ابقى اجيب لكم لبن. ايه ده، كتر خير. هو انت كنت فين بالليل؟ نعم. اصل شايفك وانت خارج وراجع وش الفجر. في حاجه معينه يعني؟ لا ابدا، بس بطمن عليك. لا انا اصل كنت بذاكر عند واحد صاحبي، انا اذن بس اتاخرت على الكليه. مع السلامه سي كمال.
كمال كمال اهلا الخميس، ايه اللي جابك كليتنا؟ خير خير، هو اللي يعرفك يعرف الخير. ما نمتش لحظه واحده من امبارح. حصل ايه؟ سايب عندي شنطه افتحها الاقي فيها راجل بيبرع لي جزء من الجثه اللي احنا بنذاكر عليها. ما تخافش، الراجل مات وشبع موت. ما هو عشان مات وشبع موت لازم اترعب. افرض حد شم الريحه ولا ظبط الجثه، اقول انا ايه؟ اخد انا اعدام؟ وانت بتهمك حاجه يا راجل؟ ما انت قلبها بوظه، ده عمال تعملها دي خميس. يا دين النبي، صباح الخير يا كمال. اهلا نوره، صباح الخير. ليه ما دخلتش المحاضره؟ ما انا كنت لسه داخل. خميس صاحبي طالب في حقوق. بقول لحضرتك ايه؟ ايه؟ الالماظ اللي في ايديك ده حر ولا فالصو؟ حر. وبعدين معاك خميس، يعني انت لفه حوالين صوابعك شقه اسكان فوق المتوسط. بقول ايه؟ ما يلا نلحق المحاضره. مش هتاخرنا. مستنيك تذاكر معاه بالليل. لا ما تستنينيش، مش جاي. من حقك يا عم. ريان التوهية، احنا في كتاب بطلوا دوشة مش عارفين نذاكر. ايه يا ابني انت عايز تكتمنا في بيتنا ولا ايه؟ لا يا سعد، وانا اصلي قصدي عليهم هما، حتى يمكن كمان عاملين لك دوشة. بقول لك ايه يا بابا؟ نعم. انا بكرة عندي امتحان عملي وحكشف على العيانين في المستشفى. طيب يا سيدي عال. ايوه بس ما انا كنت بقول لك عشان خاطر عايز الرسوم. رسوم ايه تاني؟ احنا مش دفعنا المصاريف؟ ايوه بس اصل العيانين ما بيردوش يقولوا لنا على حالتهم الا ما ياخدوا فلوس. يعني ايه مطلوب مني ايه؟ اصرف عليك وعلى اخواتك وعلى عيانين.